Hello, my students. Hello, Primary 5. I miss you so much. معاكم سنيهال سيد. كنا وقفنا الترم الأولاني, the first term في Family and Friends على Unit 8. هناخد النهارده بقى Unit 9. ما تقلقوش, ده هو سهل جدا. بصوا معايا, التايتل بتاع اليونت بتاعي اسمه The Big Match. Okay؟ طبعا انتوا عارفين ان كلمة big it's an adjective, يعني اللي هي صفة, it's an adjective, وبمعنى كبير. والأبزت بتاعت big is small. Okay؟ وماتش عندي بمعنى مباراة. طيب, في كده حبة في اليونت بنتكلم على الساينس. يعني ايه ساينس يا ميس؟ حبة ساينس كده, يعني علوم. ساينس يعني مادة زي الانجليش, زي الماث, زي الأرابيك. اوكي, معنى العلوم. نبص على كده new words عندي او new vocab. number one, blood. blood يعني دم. تمام معايا كده؟ طبعا انت عارف الدم اللي هو red liquid that moves around your body. اوكي, blood. number two, trophy. take care ان هنا ال ph pronounced ف ف, trophy معنى كاس. Okay, coach. مدرب. طبعا اللي هو he is the person who trains the team, اللي هو بيدرب الايه, الفريق. oxygen. اللي هو غاز, او اللي هو الايه, الاكسجين. طبعا we can't live without oxygen, it's important. captain اللي هو قائد الفريق, اللي هو the leader of the team. train, اول ما بقول كلمة train طبعا الطلبة بيقولوا قطر. اوكي, هو بمعنى قطر, وهنا بمعنى يدرب, it's a verb. اوكي, معنى يدرب. لسه قايله لكم ان coach هنا he is the person who trains the ايه, the team. leader اللي هو القائد. طيب الكابتن دايما هو اللي بيبقى leader بتاع of the ايه, of the team, قائد الايه, الفريق. ticket. ticket تذكرة. when معناها يفوز. lose, ايه العلامة دي يا ميس اللي انت حط عليها سيركل كده؟ معنى الابزت. يعني ايه ابزت؟ يعني عكس. يبقى انا عرفت كده ان الابزت بتاع when is lose. when بمعنى يفوز, lose بمعنى يخسر. athlete, خلي بالكو th انا معوداكو يا سنة خمسة ان هي ث or the. athlete, لاعب ألعاب القوة. take care من البرونسيشن, من النطق. score معناه يحرز, it's a verb برضو. تعرفين ان الفي دي معناها verb, يعني verb يعني فعل. goals أهداف. goals. player لاعب, جاي من الverb play. على فكرة انتوا عارفين ان play verb معناه يلعب, فانا حطيت لها er بقت player, لاعب. ready جاهز. take care بقى هنا. what is the difference between meet and meet؟ ايه ده يا ميس ده؟ they have the same pronunciation, ليهم نفس النطق. بس بص معايا كده, بص معايا هنا, meet double e, انما meet ea. oh what is the difference؟ okay, meet هنا بمعنى it's a verb, معنى يقابل. طب meet ea معنى لحمة. خدوا بالكوا يا سنة خمسة, بتيجي في الكوركت كتير جدا. بصوا الكلمة دي بقى مش صعبة ولا حاجة. انتوا عارفين ان سيركل اصلا بمعنى دايرة, صح؟ اوكي, circulation. معناها دورة دموية. circulation. بامب يضخ. بصوا معايا هنا بقى, breathe and breath. oh what is the difference يا ميس؟ breathe معناه يتنفس, إنما breath معناها نفس. okay, verb and noun. يعني ايه الام دي يا ميس؟ انت قلتي حضرتك ان الفي دي verb يعني فعل, امال الام دي يعني ايه؟ يعني noun. يعني ايه noun؟ يعني اسم. okay, fans مشجعين. liquid, في الاول قلت ان blood ده red liquid, يعني liquid يعني سائل. around يعني حول. اوكي, معايا تاني كده في الفوكاب. blood, trophy, coach, oxygen, captain,
train, leader, ticket, win, lose, athlete, score, goals, player, ready, meet and meet, circulation, bump, breathe and breath, fence, liquid, and around. Okay. معايا بقى بعد كده جالي في الشيت يا سنة خمسة. انتوا خدتوا بالكم اصلا من الديفينيشنز اللي انا كنت بقولها ان هي البلد عبارة عن red liquid. يا ميس ممكن توريها لنا الديفينيشنز دي عشان مهمة بيجيلنا كتير جدا في الايه في الشيت واحنا بنحل هنلاقيها. اوكي بص معايا كده important definitions يعني تعريفات هامة. بص معايا كده coach قلنا عليه المدرب the person who trains the players. The person who trains the players. تمام. الشخص اللي بيدرب الايه اللعيبة. Captain لو القائد. The leader of the team. Of the team. Blood. Red liquid that goes around your body. Oxygen. The gas we need to live. We can't live without. Without mean oxygen. Circulation. The movement. ايه movement دي يا ميس؟ يعني حركة. The movement of your blood through your heart and around your body. يعني حركة الدم خلال قلبك لإيه حول الإيه الجسم. إيه ميس العلوم ده؟ معلش أنا في الأول قلت لك إيه كده شوية علوم كده شوية ساينس مفيش أي مشكلة هو اليونت بتاعي بيتكلم عن كده. Breathe يعني يتنفس خلي بالك. Ended A by E يعني breathe it's a verb يتنفس. Take air in and out of your body. ان انا اخد الهواء واخرجه من جسمي. العملية دي اسمها breathe. Trophy قلنا عليها الكاس. Special prize for a winning team. اللي هي جايزة خاصة او مميزة للفريق الايه الفائز. اوكي. معايا بقى our grammar today. صعب يا ميس خالص. صعب خالص. معايا بس كده. Concentrate with me. ركز معايا. الجرامر بتاعي النهاردة يا سنة خمسة بيتكلم على الموديل فيربس. ايه يا ميس الموديل فيربس دي معلش ايه يعني؟ يعني معناها بالعربي الافعال الناقصة. ايه الافعال الناقصة دي؟ الافعال الناقصة دي زي الاوكسيلري فيربس يعني زي الافعال المساعدة كده. في منها express ability يعني ability يعني قدرة. وفي منها express future يعني ايه يعني بيعبر عن المستقبل. وفي منها بيعبر عن possibilities يعني الامكانية. تمام معايا كده؟ يبقى انا عندي في منها بيعبر عن ability وفي عندي بيعبر عن future وفي عندي بيعبر عن الايه possibilities. وفي كمان هناخد النهاردة talk about necessary الضرورة. تمام معايا كده؟ مثلا example معايا كده نكتب دي الضرورة. انا عندي لما اقول يا سنة خمسة I can swim انا استطيع ان اعوم. ايه كان دي يا ميس؟ ده موديل فيرب فعل ناقص بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الابيليتي عن القدرة. يعني ايه كان اصلا يا ميس؟ يعني يستطيع. انا استطيع ان اعوم. تمام. طيب اي او هي بقى هي كان سينج هو يقدر يغني هو قادر او يستطيع ان يغني. يبقى انا عندي كان هنا موديل فيرب اكسبريس اور توك اباوت ability بيتكلم عن القدره او الاستطاعه. تمام. طيب بص الجمله كده معايا كده يا سنه خمسة. لما اقول when I was little يعني ايه little؟ يعني لما كنت صغير. ممكن تلاقيها young. اوكي young برضو يعني صغير. معنى كده ان الكلام هنا في الباست يا ميس. اوكي اي نو. بص معايا بقى التركيه اللي جايه دي
when I was little, okay? ينفع أقول I can? Of course not. عشان هنا بتكلم على الباست، على الماضي. فأقول I could. أوه، ده أنت جبتي الماضي بتاع كان. I could count to 10. لما كنت صغير كنت بقدر أعد الإيه؟ لعشرة. يبقى خلي بالك يا سنة خمسة إن أنا لما بتكلم على الباست أو الماضي ما بحطش كان، بحط كود. طيب، وبرضو بيعبر عن الابلتي يا ميس. اوكي، بيعبر عن الابلتي برضو. تمام معايا كده؟ طيب، يبقى احنا خدنا كان وخدنا كود، الاتنين دول talk about ability. يعني ايه ability؟ يعني القدرة او الاستطاعة. طيب، اوكي، number two، انا عايزة talk about future. يعني ايه فيوتشر؟ يعني المستقبل. لما اقول لك مثلا فور اكزامبل، مثلا اقول لك next week، يعني الاسبوع القادم، I will visit my grandpa. الاسبوع القادم I will visit my grandpa. ايه يا ميس دي؟ ده الابريفيشن بتاع will. I'll visit my grandpa. Okay. يعني الابوستروفي، ابوستروفي دبل ال دي الابريفيشن بتاع will. Yes. يعني will، يعني سوف. دي برضو يا ميس تعتبر model verb. Okay. تعتبر model verb، يعني فعل ناقص. بيعبر عن ايه؟ او talk about what؟ talk about future. يعني ايه future؟ يعني المستقبل. طيب يا ميس، بصي على الجملة دي. وقال لي I will play football. وقال لي هنا negate. فاكرين يعني ايه negate؟ كنا بناخدها في الدقة الشوم بمعنى انفي. انا عايزة انفي السنتنس دي. هقول I won't play football. ايه ده؟ النيجاتيف بتاعها كده؟ اه يا ميس. تمام. طب يا ميس انتي ما قلتلناش النيجاتيف بتاع كان. كانت. طب والنيجاتيف بتاع كود. كودنت. تمام. يبقى انا دلوقتي في المودل فيربس خدت اللي بيعبر عن الابيليتي واللي بيعبر عن الفيوتشر. وات ايلس؟ ايه بعد كده يا ميس؟ انا عندي توك نمبر 3، توك about possibilities. معايا؟ يعني ايه possibilities؟ يعني الاحتمالات او الاحتمالية. انا احتمال. يعني ايه بقى؟ اقول مثلا for example I may be happy if my team wins the match. معنى ايه الكلام ده؟ انا ممكن ابقى سعيد لو الفريق بتاعي فاز بالايه؟ بالمباراة. ايه may دي يا ميس؟ may دي بتدل على البوسبيليتيز. يعني ايه بوسبيليتيز؟ يعني الاحتمالية. وبرضو تعتبر model verb. تمام. يبقى انا عندي may وفي عندي كمان might. الاثنين دول talk about possibilities وبيعتبروا model verbs. تمام. يبقى انا خدت كان or could، خدت will، وخدت كمان may and might. خدت كان و could talk about ability، خدت will talk about future، وخدت may or might talk about possibilities. تمام. معايا بقى. تذكر بقى في الحتة اللي جاية دي. talk about necessary. ايه ميس الكلام ده؟ بتكلم عن الضرورة. يعني ايه؟ يعني has to و have to. يعني ينبغي أن.
طبعا انتوا عارفين what is the difference between has and have، يعني مين البرونونس اللي بتاخد has ومين البرونونس اللي بتاخد have. انا عندي has بتيجي مع he she it and singular. طيب what about have؟ I they we you and plural جمع. For example مثلا I have to do my homework، انا لازم اعمل واجبي. She has to sleep early، هي لازم تنام بدري. ايه التركية بقى؟ في تركية هنا؟ اه طبعا في تركية هنا. بص معايا التركية دي. انا عندي هنا وقال لي في الدو اشون وقال لي I have to do my homework، وقال لي هنا negate. يعني ايه negate؟ يعني انفي. هتجري طبعا انت بدون تفكير وهتكتب لي haven't. no it's wrong. ليه ميس؟ عشان انا عندي have to هنا من verb مش auxiliary. يعني ايه؟ يعني انا ما اقولش haven't، امال انفيها ازاي؟ انفيها انا عندي طبعا have هنا عندي في present present simple، فانا عندي I. انا كنت بنفي المضارع البسيط بايه سنة خمسة؟ don't or doesn't. طب انا عندي البرونون I، الاي بتاخد doesn't؟ لا طبعا لا. I don't have to do my homework. Okay. طيب فريد يا ميس انا عندي ايمان. ايمان has to sleep early، وعندي هنا negate، هعمل ايه؟ هقول ايمان. خلي بالك ان has عندي برضو في present simple. طب ايمان هنا تاخد don't؟ no تاخد doesn't. طبعا كلكم هتحطوا has. ايوه يا ميس ما هي ايمان اهو، وحضرتك لسه قايلة ان المفرد هو اللي بياخد has. ايوه بس انا عندي doesn't، و don't and doesn't followed by الـ infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني مصدر. طيب يبقى ايمان doesn't have to sleep early. دي التركية اللي موجودة يا ميس، طبعا مهمة جدا جدا جدا. طيب بص الجملة دي بقى، He has got two sisters. Negate. سمعيكوا بتقولوا ايه؟ هنا بقى يا ميس نكتب hasn't. Very good. Okay. He hasn't got two sisters. برافو عليكم. Excellent. Okay. بصوا بقى معايا اخر حاجة. اخر حاجة يا ميس؟ اه اخر حاجة. بصوا معايا، انا كتبت في الاول can and could، وفين الاكزامبلز بتاعتها؟ اهو I can swim he can sing. بصوا كده على الverb اللي بعد can. ايه ده يا ميس؟ ده في الانفينيتيف. يس يبقى can and could and could followed by infinitive. فعل في المصدر without any additions، يعني من غير ولا إضافات. okay also well معنى سوف. أهو next week I will visit my grandpa. well هنا followed by visit، فعل إيه؟ في الinfinitive. كمان also may followed by الinfinitive. also to followed by verb in infinitive. I have to do. She has to sleep. يبقى أنا عندي in can could may might
Well, has to, have to, all of them followed by verb in infinitive, يعني مصدر. طب دول كان اسمهم ايه يا ميس في الاول؟ Model verbs, افعال ناقصة. اوكي بصوا معايا هنا اخر تركية والله هتفيدكوا دي لما تكبروا شوية كده. لما اقول لك correct okay I have to do my homework yesterday. هو انا ممكن ارخم وما احطش underline؟ معلش يا ميس احنا لسه صغيرين. اوكي underline have correct. بص كده yesterday ايه ده؟ الكلمة دي انا فاكرها، الكلمة دي بتعبر لي عن الماضي. اوكي ينفع have؟ no. ينفع اكتب has؟ ايه ده هو اي بتاخد has؟ امال اكتب ايه يا ميس؟ I had to do my homework. ايه ده؟ يعني الماضي بتاع has to and have to الماضي بتاعهم had to؟ yes. وبرضو to followed by infinitive؟ yes. يعني بيجي بعديها الفعل في المصدر without any addition، من غير اي اضافات. اوكي معايا بقى كده ايه، ندردش مع بعض كده في كام سؤال كده مش صعبين خالص. دو اشون ده اكتر سؤال بيقف قدامكم. انا هبص على between brackets وهشوف هو طالب مني ايه. اوكي ما بعملش بمزاجي. I had to wash the dishes yesterday. احنا لسه قايلين ان to followed by infinitive. ينفع washed؟ no. مال ايه؟ هكتب wash without ed. تمام. We may playing outside. correct. انا قايله برضو ان المودل فيربس ومنهم may اللي بتتكلم على البوسبيلتيز الإمكانية followed by infinitive يبقى play. You have space use your body to keep it healthy. preposition ايه كلمة preposition دي يا ميس؟ يعني عايزة حرف جر. طب انا النهاردة خدت have ايه اللي هي بتكلم على الضرورة وقلت اللي هي من المودل فيرب have to، هو ده حرف جر يا ميس؟ yes. okay. Space is the opposite of lose. يعني ايه؟ يعني نقط يكون عكس يخسر. opposite يعني يخسر، يعني عكس، sorry. opposite يعني عكس. عكس يخسر ايه؟ win يعني يفوز. I have to go to the gym. negate. I will travel next week. هسيب لكم الجملتين دول يا سنة خمسة تعملوهم homework. okay. الجملة نمبر 5 كنت لسه حلها لكم، ما تبصوش يا ريت. حاولوا تعملوهم كده بعد ما تذاكروا كويس الكلام اللي انا قلته وتعملوهم كده يعني لوحدكم من غير اي مساعده. I will travel next week. negate.